السلام عليكم، كيفكم جميعا؟ عدنا للرابطة البلاتينية بمباراة جديدة، وعم بلعب بها المباراة بالشامبيون وورويك، الشامبيون واحد من أقدم الشامبيونات باللعبة، يعني من 3 سنين تقريبا هذا الشامبيون ظهر، وعم بلعب بسكين اسمها فيرال وورويك. طبعا بهالمباراة أنا بكون جنجل، وورويك بينفع أنا برأيي يعني أكتر شي كتوب او جنجل. بالنسبه لفريق الخصم يعني فريق النظامي، الشيء القوي عندهم انه الجنجل تبعهم هو فيدل، يعني عندهم دمج عالي اي بي من الجنجلر، بينما النص عندهم هو خازكس اللي هو بالعاده بيكون انتي لاي شامبيون اي بي. يعني تقسيم الخصم ذكية أكثر من تقسيمتنا، بس تقسيمتنا هي تقسيمة نظامية أكثر، خلينا نسميها يعني لكل تقسيمة لها فوائد بسيطة و يعني شوية نقاط ضعف. طبعا يعني بشكر كل التعليقات اللي عم تجينا، وبرجع بجاوب على سؤال كتير بيتردد انه كتر من افلام لول. جوابي هو انه انا مستعد كتر من افلام لول، اكيد ممكن وصل لأي، يعني ممكن وصل لمرحلة انه المحبين لول كل يوم يفوتوا يلاقوا مقطع، وحتى بيوم العطلة يلاقوا مقطعين، ما في عندي مشكلة، بس ما حساوي هذا الشي 100%، يعني ما في امل اني اغير هذا الموضوع غير لا يصير في عنا مشاهدة للعبة لايك اكتر من هيك بكتير. يعني الرقم الموجود حاليا لا يكفي اني اقدر اتفرغ للعبة، لانه السبب يعني مثل ما بتعرفوا الألعاب التانية عليها ضغط أكتر، طلب أكتر بكتير، بقى مشان يعني أنا كمان يعني لازم روح للأغلبية من الناس، بس بنفس الوقت أنا ما عم بترك هاللعبة يعني نهائيا، بالعكس عم بسجل لها مقاطع أكتر من ما تستاهل على كمية المشاهدة الموجودة. يعني أنا أول ما شفت أو يعني بعد ما دخلنا قطعنا 10 حلقات بالرابطة البلاتينية اللي هي رابطة ما موجود منا، ما شفت بأي قناة منا لهلأ، قناة عربية يعني، قطعنا 10 حلقات، صرت بقى يعني صار معي نوع من خيبة الأمل بسبب قلة عدد المشاهدة وقلة عدد اللايكس بشكل غير طبيعي. يعني بقى كنت فكرت أو يعني حتى نصحني صاحب قناة تانية، صاحب قناة ما بدنا نقول مين، بس المهم إنه عنده رقم كبير كثير من الناس، رقم كبير كثير يعني كثير ناس ما بيقدروا يوصلوا له، عربي طبعا. المهم انه قال لي خلص خلي هاللعبة مرة بالاسبوع، بس رغم هيك لاني عم بشوف هالكومنتات الجميلة، هالدعم الجميل من الناس، عم بحاول نزل لهم مقطع كل يومين 3 4 هيك شي تقريبا، بس عم فرجيكم انا يعني رأيي واحد من الكتير كتير صاحب خبرة بتقول جود لك هاف فان للخصم، وهون سمايت ليس بلو بليز. نبلش بالولف اللي هون بقى، يا ريت يعني انتو اذا حابين تزيد المقاطع، مو الطريقة انه تقولوا لي زيد المقاطع، لانه انا عم اصلا زايد المقاطع، الطريقة هي انه تنشروا القناة، تنشروا المقاطع، تحاولوا تحطوا لايكس، يعني بعد ما تشوفوا المقطع حطوا له لايك، بخلوا الناس اكثر يعني تعرف انه عنا افلام. وصدقوني 100% ما حدا بيقدر ينشر القناة او يعني يزيد من الافلام او الى اخره غير مشاهدين ومحبين لعبة لول، لانه هن الوحيدين اللي عندهم اصدقاء بيكون بلعبة لول الى اخره، بقى هدول بيجيبوا هدول وهدول بيجيبوا هدول الى اخره. اما انا عم ساوي اللي علي بعتقد، وبزيادة ما عم بقدر اكثر من هيك، يعني عم بحاول يعني ابذل اقصى مجهود لاقدر احاول اوصل لمرحلة انه نقدر نجيب سيرفر عربي لهاللعبة وهيك شغلات. هلا المباراة انا عم بحكي طبعا كتير، السبب انه عم بحكي كتير برات اللعبة لانه المباراة لسه ما بلشت، انا اخذت السحر البلو وهلا عم باخذ الريد، ولسه يعني لسه. وطبعا وورويك هلا هو ممكن يعمل جانكات اول لعبة، بس الجانكات تبعه ضعيفة جدا لانه ما عنده يعني ما عنده ستان او هيك حركات، بقى هو احسن شيء يجيب ليفل 6 بسرعة. هلا انا بدي احاول افكر اني اعمل جانك لهذا اللاعب اللي اخذ فيرست بلود على اللوكس مثل ما سمعنا، بس ما اعرف اذا هالشيء حيصير ولا لا. اضرب يونيتات ضربة ضربة بركي بيموتوا، وما شكله انه في هون في دفشة، هون طاقته كاملة هذا اللاعب، طاقته كاملة، وهذا الشيء خطر جدا.
نوقف هون نشوف شايفنا هو يا ترى. بعتقد ما عنده وورد، ما بتوقع. لوكس اجت، نحاول نستنى شوي نعطي فلوكس الفرصة وفوت وفوت وحاول اقتله. بتوقع بيموت معي، ما بتوقع بيعيش، بيهرب. خلص قتلناه وبنطلع وبناخد اليونيتات اللي هون بشكل سريع، يعني كل ماشي لحاله حاول ناخد اليونيت بشكل سريع. مشان ليش عم باخده بشكل سريع؟ مين بيعرف؟ اكيد بعتقد اللي عم بيشوفوا هالسلسله من اولها بيعرفوا فورا اني انا عم باخد اليونيتات بشكل سريع مشان اليونيتات تدفش والتور ياخدهم قبل ما خازكس يجي وياخدهم. انا سكوري 1-0 وسكور المباراه كلها 3-3. تحت في معركه، فيني ساعد كيت؟ ما بعتقد. اجتها لوكس واخدوا كيل، يا سلام. يعني ما الفدا الحرامي يلحق، يعني باينة انه حتجي لوكس، ما اختفي من النص، بس ما مشكلة. نتيجتنا صارت 4-3 وبنحاول نرفع، وانا متحمس هيك، حاسس انه المباراة يمكن تكون شيء غريب. ما لي حاسة انه مباراة طبيعية، وانا بتحمس وقت تكون يعني هيك تقسيمات شبه نظامية بالفريقين بشوية تغييرات، يعني بيعطيها جمالية للمباراة انه ما يكونوا الفريقين مثل بعض تمام، وبنفس الوقت ما يكونوا متا، يعني شغلات غريبة هيك تكون اشياء من هالنوع. المهم هلا انه اللاعب لوكس اخذت البف الازرق والاحمر، وهذا الشيء كتير منيح. يعني انك تاخد البفين، فكر روح على، ما في وقت كتير فكر، بس خلص خليني روح هيك، لانه ما عندنا نحن تانك قوي، بدي اضطر كون تانك. كنت عم فكر روح دمج شوي، اذا اخذت كلات بوعد اللي بيحبوا، في ناس كثير دائما بيحبوني العب دمج، بوعدهم هدول اذا هلا بهالمباراة قدرت اقوى شوي بصير بجيب ايتمات دمج، بس بالوقت الحالي لسه بكير. ناخذ الولفز اللي هون، نشوف شو وضع كازكس. وضربة هون، ضربة هون، نحاول نروح لعند كازكس مرة تانية نشوف شو معه. ما بعرف إذا اشترى وورد ولا لسه. نركض لعنده، بستعمل دبليو، بحاول أضربه وبيختفي بسحره السادس، حاول قاتله وبيهرب مني وبرجع حاول ارجع طاقة باليونت. هو هلا عم بيحاول يفكر كيف بده ينقض علي. انا بحاول اخذ طاقة من اليونت، اخذ من هاي. مشكلة معه بفين، هذا الشيء بيعطي افضلية. بضرب عليه كيو، بيضربني تبطيء، طاقته قليلة. لو معي سادس بقدر يعني اعمل شيء، ما معه سادس هو. حاول اضربه كيو وبيهرب، بنط لقيت يشوف لوكس وبرجع انا لوين، لعند الريسز، هو برجع تليبورت. هلا لوكس عنده وقت شوي تعمل شوية فارمينج. وناخد الريسز بشكل سريع. انطلق لهون، شو الأخبار هون؟ نروح لعند البلو، نحاول ناخدها بشكل سريع. ما بعتقد لوكس بحاجة بلو، والله شكله بحاجة بلو. فرجيني، ما يسمعني 3 مرات. يلا معلش بعطي البلو هالمرة. ومنتو هاي قلتل هاي كيلينج سبري تحت لعند كيت، نحاول ناخد هال، شوف تحت شو الأخبار. دريفن طاقته قليلة، شو أخبار هذا اللاعب؟ دايما مدافع عم شوفه. جارين، لوكس نزلت وأخدت الكيل بسحر السادس. بعدين
هون معه دبل باف كمان مرة تانية. حاول اعمل حركة التفافية. لاعب فيدل هون. بقتل هدول لبين ما تخلص المعركة او لبين ما الاقي زاوية يعني. اللاعب فيدل هون بيعمل لي لايف درين، برجع لورا شوي، حط عليه إشارة. في احتمال يرجع اللي يجي لعندي مرة تانية، بس أنا فيني أخد زاوية هون مثلا، هيك على سبيل المثال. مشكلتي الوحيدة ما عندي سمايت، إذا إجا هو هلأ بيقدر يسرق هذا البف بسمايت، بس ما بعرف إذا حيجي ولا لأ. أخبي الكيو على القليلة. النتيجة 9-5 لفريقنا للوقت الحالي. بتموت اللاعب لوكس وراء التاور. ناخذ هذا بشكل سريع وبننطلق لهون. هلا بتوقع فيدل رجع، يعني ما بتوقع لساته هون. عليكم والله انا حنطلق لعند فيدل على امل اني اقتله. بنط على فيدل بسحر سادس، بقتله بشكل سريع وبحاول اعلق مع اللاعب كازكس. بضربه سحر عادي بيضربني، يعني ما بعرف مين بيربح بهالمعركة، بس حاول حاول انا بربحه، شكلي بربحه لانه انا تانك اكتر منه. بدي ضربة كيو، ضربة كيو، ضربة كيو وخالص. يا سلام يا سلام. وبطلع على النص بشكل سريع، يعني كل ممتازة. بدي اخذ هاليونيت، معلش عبالي اخذها هيك حليت بعيني. ونتيجتي انا 3-0-0 وربحت خازكس 1-1، رغم انه هو عنده 4 كيلات. نعم 4 كيلات. ويا سلام، انا كان عندي كل، اخذ دبل كيل فعليا. وكيت رامبيج، يعني انا وكيت بالوقت الحالي وضعنا نار وشرار، ولكن اللاعبة ليونا بتستعمل سيفها لتغرسه بقلب كيت وتنهي حياتها وتخلص عليها. وهلا انا اول شيء حطور، والله عندي خيارات كتير بس عم فكر روح هيك مشان موضوع التبطيء. وهذا البوت بيتطور معنا ممتاز. واخر بوشناية يلا اخذناها وننطلق تحت. لوكس بتنزل لتلقط اللاعبة ليونا، هي سبورت لأتلت كيت، بس نتيجة 12-8، يعني ما صار شيء كتير. وهلا النص اس اس بعطي اشاره، بروح انا على النص لاخذ اليونتس بما انه لوكس ما له موجوده. ناخذ اليونت حلو لغايه هلا، والله عم نلعب حلو ب دبليو دبليو او بوورويك. وهذا الدليل، يعني برجع بقول للي بيسالني انت على اي اساس بتنزل مقطع، انا ما بنزله على اساس ربح او خساره. يعني عندي مقاطع كتير خسرانه، مقاطع كتير ربحانه، يعني بنزله دائما اذا في محتوى. هذا لهلا المقطع حلو كمحتوى دليل وورويك، يعني جميل، ما له سيء ابدا. دليل وورويك ومو باي مكان بالرابطه البلاتينيه. بنط بسحر سادس على اللاعب خازكس وبستعمل الكيو تبعي وفوت وراه بفلاش وبضل لاحقه. يبدو انه لوكس عملت مس عليه، بحاول اخذ زاويه. لوكس دوس تعطيني تاور، لوكس بتلقطه وراء التاور، بس خلص ما عاد فيني. بستعمل الهيل وبرجع باقصى سرعه. وضع خطر جدا. بيجي لاعب جارين، بضل هربان انا، بحاول بزاويه اهرب. ما بعرف اذا حقدر امرق من هالتاور ولا لا. بحاول امرق، يلا عديت عديت، ما قدرت اعدي وبموت للاسف. يعني حاولت كل شيء فيني ساويه. طمعنا انا ولوكس انه ناخذ الكل بس ما قدرنا. وبالنسبه للحاره التحتانيه شو صار؟ بالنسبه للحاره التحتانيه، كيت بتقدم كثير قوي على دريفن ليك ومسيطرين تماما، بس يبدو انه فيدل يمكن ياخذ كل على الاثنين سوا. بلش بليونا وهو لاحق كيت، بتوقع بيجيبها، للاسف انه بيجيبها، ما بتقدر تهرب منه. نحن متاكد من ايتماتنا. نصور هاد وننطلق على مزيد من الفارم. لا والله قدرت اللاعبة كيت تهرب، والنتيجة 13-11 لغاية الآن. يعني في نوع من الحماس، بس احنا ميزتنا، انا بنبسط اكتر شيء وقت تكون القوي عنا هو الاي دي كاري. يعني لما الاي دي كاري يكون جيد، وضعه جيد لك ومنيح وضع الاي دي كاري، بقى بكون شيء جيد. حبلش بالولفز بس بشكل سريع، نضربهم هيك. فريق الخصم يمكن يكون عند الدراغون،
نضرب هاي بشكل سريع، ننطلق. smell عليكو nasty. فريق الخصم، بلش بالبلو لبين ما يجي فريق الخصم. بعتقد هون فيدل موجود، يبدو انه كيت ما بدها السحر الازرق، ناخده بشكل سريع وننطلق لهون بسرعة لعند الدراجون للحق فريق الخصم جاي لعند الدراجون. استعمل سحورتنا لنقتله بسرعة للدراجون. في احتمال اللاعب هذا ينط لتحت، اذا نط استعمل ساتسي عليها، هي الخطة، برجع دراجون شوي لورا ونضربه للدراجون ونيوك بناخذ الدراجون. في حدا اجى من الخصم ما في، كل سحورتهم ضربوها على هالمنطقة، وانا عم بحاول الاقي زاوية هلا ادخل منها. هون يمكن يكون في حدا، تعالوا نشوف، تعالوا نشوف. تستاهل تستاهل. اذا لفينا من هون، هون في شفت اللاعبة ليونا، هون اللاعب كارن، بضرب ليونا وباكل ستان. ويلا يا فريقي تعالوا تعالوا، في كل جاهزة اذا بتجوا. عم بستنى فريقي يجي، فريقي من السماء اجا، التقط جارين بستان وبنط عليه بسحر السادس. بعتقد انه مات اكيد، وليون عم تحاول تهرب والسونا بتاخذ عليه الكل، وبهالطريقه اخذنا دبل كل، فريقنا اخذ دبل كل. وحننزل لتحت نعمل بوش على هذا البرج لانه هو مثل يعني بلاش، واذا اخذناه فينا نتفش من الحاره التحتانيه. ناخذ البرج بشكل سريع ونكمل دفش. اخذ يونيت بالسمايت. حاول اضرب سحورة هيك كيوات، بس ما اصلا طاقتهم ترجع لي طاقة. هلا اللاعب كازكس طاقته قليلة فعليا، فريقنا خلص رجع وضعنا ما منيح، لوكس ما مع مانا. ننطلق فعلا على النص، فينا نخلي الضغط مستمر، يعني فكرة جيدة انه الضغط يضل مستمر. لازم نروح على التاور الثاني مو بس الاول، هي اول واحد وفينا نوصل على الثاني الا اذا اجوا. يعني شكلهم اجوا، وانا بصرختي بلشت تطلع، هات لانه دريفن طاقته قليلة. هلا احاول الاقي زاوية لنفوت على العلقة. سونا مع سادس، مع معناتها سونا بدها تعمل سادس ظريف. بناكل سحر من اللاعب فيدل وبحاول اضرب كيو تبعي على اي شيء. طبعا باخذ الكيو بس ما بكفي انه تهيلني، وفريق الخصم فايت فوته كتير قويه، قتل علينا ثلاثه ما مات منه غير فيدل اللي هو فات بسحر سادس. طبعا فريقنا عم بيلوم السبورت وحق معه، السبورت عم بيلعب كتير سيء. ليش؟ لانه لازم هون يكون في عين وهون يكون في عين. ليش؟ لانه عم تلعب ضد فيدل، فيدل اللي هو سحره السادس بيروحنا كلنا فعليا، هو اكتر شيء مؤثر كان. وبهالطريقة هلا فريق الخصم اخذ ايس. انا بكمل تطوير الفروزن مالت وبنطلق دافع عن النص. المباراة مثل ما شفتوا رجعت لل 16 16، يعني المباراة نار وشرار، ما معروف مين الفائز ابدا. انا حاول انطلق لدافع عن هالبرج، ما بعرف اذا بلحق ولا لا. يبدو اني ما بلحق، بس بقرب بكل الاحوال. بخفف من اليونت، بترك الباقي لكيت للوكس عفوا، وحاول اخذ السحر الاحمر بشكل سريع وبحط اشارة بارون. يعني هي الاشارة معناتها مو روحوا على بارون، لا معناتها حط وورد على بارون. حط نظبط ايتماتنا. جيس شو معه؟ تمام. دايما تطلع على فريقك شو معه ايتمات مشان تعرف شو عم بيصير. يعني عند الخصم التانك هو جارين بقوة كتير كبيرة، يعني رايح على وورمج، يعني عنده صحة كبيرة. انا معت معي مانا، بدي حق الفروزن مو 800، 835، 300 بدنا لسه نشتري الفروزن. فروزن حتساعدني بتثبيت الخصم بمكانه يعني او تبطيئه كتير. وكل على البطلة تبعنا كيت تحت اللي هي المفروض تكون اقوى لاعب عنا بشكل عام. هروح على الجولمز وبحط له اشارة هون دينجر، خطر، بحط اشارة دينجر هون. الخصم كله مبين مثل ما لاحظين، بس جارين شايفينه اللي هو تانك. خزكس رجع على النص، حاول نقتل. او قتلناه بسرعة هائلة،
كيو سمايت و بروك الايتم. طيب بدي بس هالريسز وبيصير معي الفروزن مالت. يلا يلا نتيجة 16-17. نعم نعم قديش كنا متقدمين اول لعبة، هلا فريق الخصم هو اللي متقدم. تخيل عزيزي المشاهد، هي الرابطة البلاتينية، هذا هو الرانك، هي الجمالية، يعني هذا اللي بيخليني انا اعجب بلعبة الرانك مو بالطريقة العادية. هلا الخازكس فايت على لوكس وانا بحاول القط جازكس، بركض لعنده وبستعمل فلاش وسحر سادس بدون تردد لوقفه بمحله ومات. وهلا فريق الخصم فريقنا فايت ويعني عم نحاول نعمل شيء. انا عم بحاول فوت بس طاقتي قليله، طاقتي قليله نعم، بس بدي احاول فوت. اجى لعندي اللاعب جارين وعم باكل سايلنس، عم بحاول اهرب بزاويه، باخذ سحر جارين بموت وفريق الخصم ليكو راكد بشكل كبير. طبعا جارين هو تانك ما لازم يقتلوه، لازم بس يقتلوه هذا اللاعب هذا اللي هو دريفن. سونا مع السحر ايتم التسريع، بعتقد اذا كان جاهز بتقدر تهرب، اذا كان جاهز، اذا مو جاهز ميته. لا ما تقدر، يعني انتهت المعركه فعليا لصالح الخصم. نعم صالح الخصم، باخذ انا الفروزن مالت ومباراة هلا. لا هلا تعادلت، كانت لصالح الخصم المعركة، هلا تعادلت والمعركة بس ما انتهت، لساتها حامية جدا جدا جدا. وفريقنا عم بيحاول يقتل، لحطوا اجنايت على فيدل، فيدل كان حياكل سنايب من كيت بس استعمل الاور جلاس ليهرب. شوف الفن، هي بدها اعادة، هي بدها اعادة، نحن عم نتعلم منك يا فيدل بالحركة اللي عملتها هون فعلا، لانه هي الحركة المشاهدين بيقدروا يعيدوها، كيف انه اللاعب كيت حاول يعمل السنايب للاعب فيدل بس فيدل قبل ما ياكل سنايب استعمل ايتم الاور جلاس مشان يهرب. هلا اللاعب كيت بتموت واللاعب لوكس بحاله صعبه، هلا عم حاول انا ابطئ له بس هذا اللاعب مشان ما يقتله، وعم حاول الحقه كمان. انا بعتقد اني هلا عندي يعني مثل افضليه عليه، بحاول اخذ زاويه عليه، معي سادس جاهز، استنى هيك لحتى اشوفه ينط لشي قرني، وبستعمل ساتسي هلا عليه وبعتقد هو ما بينفود وفعلا مات. وهلا الفرصه الكثير حلوه انه نقتل اللاعب دريفن، انا هلا راكد وراه باقصى سرعه. تعال يا دريفن تعال، وبقتله لدريفن وبعطي اشاره على الدراغون بشكل مباشر بدون تفكير. دراغون فرصه كثير ممتازه انه ناخده، معي السمايت، توقيت جميل جدا من فريقنا. يلا يا شباب يلا يا شباب، هيك 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 لازم نرجع، رجعنا للتقدم هلا بالمباراه مره ثانيه بالسكورات، عم بحكي ما عم بحكي بالفوز والخساره. طبعا ضرب كثير قليل، فريق الخصم بيفوت وباخذ انا بالسمايت الدراغون وبطلع لفوق بشكل سريع. طبعا منيح انه قدرنا ننقذ، قدرت انقذ لوكس بس يعني كانت ميته بتوقع لو ما رحت انا لعندها. حاول ناخذ هون، شو عم بيصير؟ انا ما معي مانا اجي ساعد، قوم يعني ما في مانا انك تقدر تساعدهم تعمل سحوره الى اخره. فهلا عم باخذ هلا كم يونت، بعدين بدي ارجع على البيس اشتري، نرجع على البيس بشكل سريع. طبعا انا بحاجة هلا قبل ما اكمل الايتم اللي كنت بدي كمله، وقف اعمل بريك وخليني ارجع اقوي الماجيك ريزيست. السبب لانه اللاعب فضل فعلا مؤذي جدا، حسيت بوجع منه وقت عم بيستعمل سحورته وساتسو علي، بقى خليني اروح على شوية ماجيك ريزيست. هلا انا راجع لعند رفقاتنا اللي علقانين، ولوكس قدر يلقط فيدل. شوف فيدل، شوف طاقته، شوف طاقته، مات فيدل، المفروض المفروض انه فيدل مات فعلا، مات على ايد اللاعب جيس، جيس هو اللي اخذ الكيل. ومعركة لساتها شغالة وانا بالطريق قربت اوصل. فرق سونا بتفوت بسادس، بعتقد خصمي هذا هو، هذا هو اللي بدي اياه انا. اللاعب دريفن، وينك يا دريفن تعال، بحاول الحق والحقه. بفوت على اللاعبه ليونا بشكل سريع بما انه طاقتها قليله، يلا بقتلها معلش، تعي يا ليونا تعالي تعالي، وين بدك تهربي وين بدك تهربي. بقتل ليونا مبدئيا وبفوت بسادس على دريفن، بعدين بكمل على اللاعب كازكس بس بيقتلني اللاعب جارين من وراي، وكان التاور عم يضربني وبس هو بيموت. بالنهاية بيموت أربعة من الخصم، بيموت بس أنا من فريقنا. وهلأ فرصة أنه ناخد التاور بشكل سريع، وطبعا هذا اللاعب قليل كازكس يعني كمان ممكن يموت، والله مات فعلا. وبهالطريقة احنا قتلنا كل الخصوم بس رجع فيدل عاش، لأنه المباراة لسه بأولها، الساعة بدأت 23 يعني بيعيش بسرعة. فيدل اجى بسحر السادس وقدر يدافع عن التاور، والله فيدل مخيف قوي جدا.
بس فريقنا قدر ياخذ التاور ويكمل دفشته، فضل غلط راح بهالزاوية، خلص انتهى بأنه راح الزاوية. شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ في معمعة كروية عم بتصير بقلب المباراة. طبعا لوكس نفدت بطاقة قليلة مثل المرة الماضية. النتيجة رجعت لتقدم لإلنا، وأنا سكوري 5-4-5، سكور عالي جدا بالنسبة لجانجلر تانك. ما لازم أخذ كل الأتكلات، بس هذا اللي صار يعني. مهم أنت كجانجلر تانك يعني، بس إنه تجيب أسيست كشكل رئيسي. هلا بحاول أخذ بشكل سريع البف الأحمر، وأخذ الجولمز بعده يعني، بس عشان نجيب أيتمات شوي. وباخذ هاد هيك وبطلع لهون. هذا الايتم جيد لانه انت وقت تصير تحت 30% بيعطيك مثل شيلد خفيف ضد السحر، 250 يمكن تقريبا، ايه 250 دمج سحر بيروح بتصده. فريق الخصم ناح البارون عم بيحط وورد، وهون وورد والله اللاعب اليون عم توزع ووردات بكل مكان. نعم بكل مكان، بس هل هو هذا الشيء حيكلفه حياته؟ هذا الشيء اللي حنشوفه. فريقنا بيستعمل سونا ايتم تسريع وسادس على على ليونا كثير يا، ولسات المعركة مستمرة. يبدو انه ليونا ميتة، فعلا كيت اخذت ليونا، وانا بحاول اتقدم لشوف زاوية هل فيني اعمل هاد سادس. لا ما حرام اعمل لي سادس، مو فريقي كله جنبي. دريفن بزاوية يعني ميت، دريفن ما بعتقد يعمل شيء، فعلا مات. وانا هلا عم حاول، ما في مانا، ما في مانا، نعم ما في مانا، بحاول رجع مانا. كيف بدي رجع مانا؟ ما بعرف. وينك يا مانا، وينك يا مانا، بحاجة مانا بس لاضرب سحري السادس. وكيوات لرجع طاقة معنا صعبة. باخد يلا يونت بسمايت، وهذا اللاعب الخطير ليك ورا معه اور كلاس زونيا. عم نحاول ندفش يعني، نحن هلا لازم نخلص او نحاول نخلص على انهيبيتر هلا، لانه فريق الخصم يبدو عم بيقوى كل ما زاد الوقت يعني. اول مباراة كان ضعيف. كيت بتحاول تضرب سنايب على كازكس، وانا هلا شايف كازكس وحاول فوت لجوا وبتمو، بيموت كازكس فعلا بسحر اللوكس. وهلا احنا في امل ناخذ التاور بما انه ما في كازكس. لا والله اجى اللاعب جارين، حاول اضربه كم ضربه، يعني بحاول اقتله من بعيد، حاول بطئه مشان ما يقرب على رفقاتي. برجع لورا، بحاول اقتل بشكل كايتس. كتروا كتروا كتروا، رجعوا رجعوا، ما فينا نعمل شيء، رجعوا. مات مات جيس، ما فينا. عاش اربعه اربعه، باك اربعه. بقول له باك باك، بحاول بطئه للاعب جارين، ما بدي اقتله طبعا، بس عم بطئه مشان رفيقي يهرب. باك، بحاول بطئه قد ما فيني، وبروح انا لهالزاوية. هلا حاول اعمل خدعة بسيطة ان شاء الله تنجح. شكله انه نجحت، وهلا انا هربت من الموت. يعني ما حي مستحيل يقدروا يلقطوني بهيك زاوية. وخلص رجع رجع. وفريق الخصم فات على بارون بعتقد. بقرب انا لاكشف الاوضاع، بقرب لاخذ جارين، بس بيموت جارين على ايد رفيقنا. بحاول انطلق مره ثانيه، بس لا لا ما فيني، تغطيه قليله تغطيه قليله. سونا عم بتموت وما فيني ساعدها بهالحاله هي، ما فيني ساعدك يا سونا، ارجعي تغطيه قليله، عفوا ما فيني ساوي شيء. بضرب ضربه كيو خفيفه وبستنى كيت. كيت اذا اجت ممكن تقلب الموازين. كيت وصلت، لسه ما وصلت. اللاعب كازكس بيجي بيقتلني بعتقد، بيقتلني. نعم، ما كنت متوقعه انه عايش. هي نسوة كتير كبيرة، لو كنت عارفانه عايش ما كنت عملت هيك. هلا لحنا سونا عم تجيب ايجس، عم تجيب ايجس. كان بدي اجيب هذا الدرع، بس هذا اللي بيجيبه السبورت مشان رفقاتي، بس سونا عم تجيبه يبدو. كثير عم بيوجعني الماجيك. راح اكمل هذا السيف مشان يقوى الدفاع. الماجيك هذا بصير قديش اذا كان كامل؟ بيصير 400 ماجيك ديفنس، منيح. طيب هلا شو اخبار اللعبه؟ 31 24، ولكن المباراه بتحس يعني في شعور بيجيك من قفا المباراه انه اللي فائز هو فريق الخصم. ما بعرف ليش، فيدل فيدل عم بيعمل تأثير رهيب بحركات الفلاش والسحر السادس والاور جلاس والزونيا. هذا الايتم يعني بيعمل فيهم كتير. لاعب جيد هذا الفيدل فعلا، هو سكور 8 6 6، بس لاعب جيد جدا. ونحاول نضل مكملين. طبعا انا سابقه لفيدل بالكريبس او بالكريبات، وعنده اكثر مني كيلز. ما حاستعمل سمايت هلا، حخبيها شوي والله، حخبيها شوي وننطلق لتحت. يبدو في هون في ريحة علقة 5 على 5،
وبلشت العلقة. بس قبل ما تصير 5 على 5 هي هلا 2 على 2 أو 2 على 3، 3 على 3. وأنا رايح لساعد فريقي وبدي انطلق باتجاه اللاعب، مات فعلا فورا اللاعب دريفن. هحاول ألقط اللاعب ليونا، بيجي اللاعب فيدل، برجع لورا لقاتل أخلص من اللاعب جارين. جارين مات، وهلا عم نحاول نفوكس. لازم نفوكس اللاعب فيدل. انا هلا عم بضربه له شخصيا. هو معه لسه زونيا ما استعملها لغايه هلا. يبدو انه مات، وانا معي سادسي وما احتجت اني استعمله لهلا، لساتني مخبيه لكازيكس. اول ما اشوفه لاضرب عليه السادس. هل كازيكس موجود باي مكان؟ هذا الشيء اللي حيبين قريبا. كازيكس وينك يا كازيكس؟ حشامم ريحته، انا ذئب وبشم الروائح. وينك يا كازيكس؟ كازيكس كازيكس ستوب. معناتها نحن احسن شيء نساويه انه نلطش التاور النصاني باقصى سرعه، لانه كازكس بعيد وفريق الخصم ميت. يلا يلا يلا، فرصتنا فرصتنا ما نضيعها. ما بناخذ انهيبيتر بس فينا نلطش تاور. يلا يلا، وفتنا تحت التاور فعلا. وفريقنا كيت من تحت عم تضغط على دريفن، تقتله بكيو مع سادس. ولاعب جيس بينسق معي مزبوط، وبناخذ التاور. وهلا عم نحاول ناخذ انهيبيتر. فريق الخصم بلش يعيش، او كله عاش هلا ما عدا دريفن اللي مات. واخذنا اخذت الانهيبيتر انا، وراجع بشكل سريع. خلص ما عاد بدنا شيء، باك هذا اللي بدنا اياه عملناه. حروح على الصحراء الاحمر شوف اذا موجود، هل هو موجود ولا لا. موجود، وباخده بشكل سريع، أسرع من الشدة أقل من الضمة إلى آخره. وبناخده بسمايت وبنضرب، وليكن إجوا فريق الخصم. بنرجع فريق الخصم هون، نطلع لهون، نطلع لعند بارون. هاي المعركة يمكن تكون نهاية فريق الخصم إذا ما عرفوا يتعاملوا معه مزبوط، لأنه إحنا شايفينه إن ما مالهم شايفيننا. ببطئ كارين شوي، بحاول بطئه، بعرف انه هو تانك وما عم ناكله، بس عم بطئه بس مجرد تبطيء مشان اخذ زاوية احسن. بحاول القط اللاعب كازكس. وينه؟ ليكو كازكس ما بتوقع يقدر يهرب مني، والله طار بس ما حيهرب مني. انا وورويك، انا السريع، حاركض وراك يا كازكس وما حستسلم. وحاستسلم، لا حاستسلم. لا سامحونا يا شباب، بس ما في امل، ما في امل بنوب. وبحاول ارجع، بستعمل سحر السادس ومتت. متت، ما قدرت اساوي شيء، اكلت ستان وسايلنس. طبعا انا كنت كل اللي بدي اساوي اني استعمل هذا السحر السادس. اول ما وصل له، طبعا هو ما قدرت اوصل له، هو خارج نطاقي كان. اول ما وصل له، بعد ما اضربه اضربه سحر الكيو، بهالطريقه بيموت. بس ما زبط، ما زبط هالسيناريو. هلا بعد ما اشترينا هالايتم صار معنا شويه دمج وماجيك ريزيست. نرجع لموضوع التانكينج، وحنروح لعند هذا الايتم. معركة هون شغالة، بيموت كازيكس وفريقنا بيحاول يفوكس. ليونا بتموت، بس كازيكس ناطت على اللاعب، ولوكس بيجي وبيستعمل سحره السادس بيقتل كازيكس. وهلا دبل كيل وبيموت جارين. وبهالطريقة 4 من فريق الخصم بيموتوا، وهذا الشيء ممتاز. وانا هلا جاي مرة تانية لهون، وبارون اور تاور. هاي معناتها يلا روحوا يا بارون يا تاور، ما بتفرق. سونا ما لا موجودة، وين سونا؟ لساتها ميتين. تمام، بتقول انه في وورد عند بارون او بشي مكان. اي عنده وورد فعلا. حاول اخلص هذا على السريع. لوكس قتلت دريفن، يبدو معها هي احمر وازرق، مشان هيك عندها افضليات بالكول داون ريدكشن ومعنى الى اخره. بنطلق انا لتحت لعند العلقة، صار عندي 10 اسيست حلوين والله. ونشوف شو وضع الضغط هون، يعني فريقنا ضاغط ضاغط بقوة. اللاعب فيدل يمكن يموت اذا صابه، ولا صابه اللاعب جيس وهو مات. وانا لازم احاول اخذ هذا التور بشكل سريع. اللاعب جارين جاي ليقتل اللاعب جيس، بس انا وصلت كمان. ما تخاف يا جيس، انا معك. ما خليه يموت، حلعب بطريقة دفاعية بس لدافع عنه. وخلي معه لايف ستيل، معه لايف ستيل، خد طاقم اليونت. معلش، شايفين عم بيعبي طاقته شوي شوي، وبهالطريقة يعني يرجع طاقته كاملة. هلا لازم نفوت، هلا لازم نفوت. ليش لازم نفوت؟ لأنه فريق الخصم تحت دافش. بستعمل سحر السرعة تبعي، قتلوا لوكس. بس شو خسروا؟ خسروا الانهيبيتر. نعم، خسارة كبيرة كتير، ما بدي اياك هلا بعدين.
دي الانهبيتر، انا الانهبيتر هي المهمة. هو عم يضربني كل ضرباته، باخذ طاقة شوي من اليونت وبخلص على الانهبيتر، برجع 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 باك 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 باك. انسحاب بي طبعا. مات جيس ولكن ما مهم ابدا، شوف اخذ عليه 5 اسيست او 4 اسيست وكل كتير، بس ما هذا المهم ابدا. المهم انه يعني اخذنا الانهيبيتر الثانية، هلا صار لنا ضغط من النص ومن فوق. فريق الخصم مرة ثانية، بارون فريق الخصم مرة ثانية بيجي على بارون، هل حيقدر ياخذ بارون؟ هذا الشيء اللي حنشوفه. فريق الخصم بلش المعركة. قديش انا 910. فريق الخصم بلش المعركة وما زالت معركة بارون مستمرة. اللاعبة كيت عم تخلص القاعدة تحت مثل ما لكم ملاحظين، وانا حانطلق لعند بارون، ما خليهم ياخذوا بارون هيك ببلاش. بقرب لعند بارون وباخذ البارون عزيزي المشاهد، يعني حتى الأملهم الوحيد باخذ لهم اياه بشكل سريع. وفريق الخصم كله عم يضحك عليهم كيف انا لطشت البارون. نعم لطشته. يعني نهاية كانت مسلية وجميلة وحلوة. بتمنى اذا استمتعتوا انتوا اول مرة عم تشاهدونا تعملوا سبسكرايب، واذا انتوا من متابعينا الدائمين المحبوبين يا ريت ما تنسوا انه تلحقونا على التويتر والفيسبوك مشان اخر المستجدات، مشان نتواصل مع بعض. ويا ريت تنشروا القناة قد ما فيكم، لانه بس لاعبين الليج اوف ليجند هن اللي بيقدروا ينشروا القناة للاعبين الليج اوف ليجند تانيين، وبهالطريقة بتزيد الكوميونتي تبعنا وبيزيد يزيدوا المقاطع ان شاء الله. ويمكن بايام من الايام نوصل لموضوع انه نقدر يعني نطور من العرب اكثر ونصير في عنا مثل سيرفر عربي وهالمواضيع هي كلها الى اخره. بشوفكم حلقات قادمه ان شاء الله، ومع السلامه.